التطور ليس علم حقيقي. هنكمل مع بعض السلسلة بتاعتنا التطور ليس علم حقيقي في دقائق قليلة، وهنتكلم دلوقتي على الرد على أدلة قدم عمر الأرض وإثبات صدق ما قاله الكتاب المقدس لفظيا. اللي متابع معانا هنكمل في أدلة أو الرد على المقياس الإشاعي أو أدلة خطأ المقياس الإشاعي. المرة دي هنتكلم على أدلة من الآثار تثبت خطأ المقياس الإشاعي الافتراضي. اللي متابع معانا كان شاف في المرات اللي فاتت قدمت أدلة علمية تجعل أي إنسان علمي محايد يرفض المقياس الإشاعي ويتأكد أنه هو مبني على فرضيات خطأ وغير دقيق، لما قارناه بمقاييس علمية أخرى أكثر دقة وتأكدنا من خطأه. لكن مش هكتفي باللي قدمته حتى الآن، أقدم ما هو أوضح كمان منها بكتير، وهو نقطة بداية واضحة. أدلة من الآثار بيكون حاجة عارفينها من علم الآثار عمرها قد إيه واضحة، لما بنقيسها بالمقياس الإشاعي بتدينا أعمار ضخمة جدا عكس أو ضد العمر الحقيقي. المقياس الإشاعي بيديني أعمار، أو المقياس الإشاعي الافتراضي بيديني أعمار مئات الآلاف ضعف العمر الحقيقي. على سبيل المثال، المقياس الإشاعي لحمم في الأخدود العظيم اللي هو الجراند كانيون في أمريكا كالعادة اداني نتائج كتيرة قوي مختلفة عن بعض، ما بين 10,000 سنة الى 2.6 بليون سنة. قدام حضراتكم هنا على الشاشة المقاييس المختلفة اللي تمت للجراند كانيون. فلو نلاحظ مع بعض، اتقاس لعنصر البوتاسيوم ارجون، اتقاس 6 عينات، اداني عمر ما بين 10,000 سنة ل 117 مليون سنة. ازاي؟ والمفروض ان هو دقيق، طب مين فيهم الدقيق؟ اتقاس ل5 عينات بروبيديوم سترانشيوم واداني اعمار ما بين 1.25 بليون سنة لغاية 1.4 بليون سنة. مقياس اليورانيوم الى رصاص وايضا رصاص الى رصاص اداني مقياس برضو نتائج مختلفة، متوسطها كان 2.6 بليون سنة. مين فيهم الصحيح؟ دول كلهم لنفس الشيء. ازاي في الاخر اقول ان مقياس الاشعاعي دقيق بعد كل ده؟ معدل الاختلاف اللي متكلم عليه هنا من أطول عمر إلى أصغر عمر بالمقياس الإشعاعي هو 1 إلى 260 ألف ضعف. إزاي أثق في مقياس ممكن يديني معدل خطأ بهذه القدرة القيمة الرهيبة؟ وده بدون ما أقدر أقارنه بشيء آخر. تخيل للتوضيح فقط، لو قلت لك استخدم مقياس زي مثلا متر هتقيس بيه حاجة وبقول لك ده دقيق جدا تقدر تعتمد عليه، بس خلي بالك نسبة الخطأ فيه ممكن يديك من متر ل 260 كيلو متر. ازاي تصدقني لما اقول لك خد ده وحدة دقيقة بالمتر، بس خلي بالك ممكن يديك متر لغاية 260 كيلو متر. لكن الكارثة الأكبر من كده ان اتضح من الآثار الهندية للحمم البركانية اللي موجودة في جراند كانيون اللي اتقاست بالعناصر المشعة ان هي عمرها 1000 سنة فقط. فهو ادى عمر اكبر من العمر الحقيقي ب200 ألف ضعف وزيادة. ازاي اصدقه ان هو مقياس دقيق؟ ايضا بركان اخر في نيوزلندا اسوب البوتاسيوم ارجون، وقالوا ان عمره ما بين 145 الف سنة الى 465 الف سنة. لكن لما درسوه علماء النبات والاثار والكيمياء وغيرهم، وده اتنشر في مجلة مؤسسة الكيمياء الطبيعية بأدلة كتيرة، اتأكدوا ان عمر البركان ده برضو 1000 سنة بس. اعترافات كتيرة لعلماء الجيولوجيا واقرار بهذا الامر، وادي احد المراجع قدام حضراتكم. فكل اللي اتقال على المقياس الاشعاعي او دقته كلام ده خطأ وليس صحيح. ايضا مرجع اخر قدام حضراتكم بيشرح هذا الامر ويوضح ان هو ادى نتيجة 5000 مرة أكبر من العمر الحقيقي. حتى احنا ما نقدرش نحط معامل ليدينا النتيجة العالية يوضح لي النتيجة الصحيحة ايه، لأنه هو غير دقيق. أيضا مثال آخر من عينات منجم يورانيوم في كولورادو عمره 2000 سنة اداني نتيجة 700 مليون سنة كمقياس اليورانيوم اللي فيه. ما اقدرش اعتمد على المقياس الاشعاعي، ولكن واضح ان هو خطأ ودايما يديني اعمار بمئات الالاف الاضعاف للعمر الحقيقي اللي بيكون دايما عدة الاف، ويديني بمئات الالوف وملايين واحيانا بلايين من السنين.
باختصار شديد قدام حضراتكم، لكن اللي عايز الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للينكات اللي قدام حضراتكم هنا على الشاشة، سواء الملف المكتوب في الموقع دكتورغالي.com أو ملف الفيديو اللي موجود في القناة على اليوتيوب.